الفاسير وأول فرقة استضفناها هي الاتحاد السوفياتي. الاتحاد السوفياتي عطيناهم 5-0، الكوكب عطيناهم 4، نادي القنيطري عطيناهم 5، المكناسي عطيناهم 4. فرقة الاتحاد السوفياتي، ما جاو ولعبنا مع النادي المكناسي، مولودية وجدة، النادي القنيطري. الحمد لله كانت صدى قوية ديال المغرب الفاسي، ومنها المدرب مسيو الغاني الله يرحمه، مسيو التازي الهلال الطيح، ومسيو الهزاز الله يرحمه. أنا كنت زورة دايرة التروا، درت الديس، درت الآن. جا الهزاز ولي قال لي غادي ديري جولة، كانت الكولا مريضة وأنا اللي لعبت الكولا. من بعد من ما تسجلش هاي حتى شي بيت قال لي انتي اللي غتبقاي دايرة كولا. وكنت في 90 كنت درت خديت ألعاب البطولة ديال ألعاب السين. كانت هذا ناجيح، كانوا بنات شرفة، كانت واحد الشينوية سعيدة، كانوا بنات يعني كل شيء اللي مشى قرينا في معهد مباشر، قرينا في مشات السي بي ار، وكل واحد فينا تخرج. الغني الله من لابيس من طيران ملعب حسن ثاني، ولي اختارني قال لي انت كديري لاتليتيزم وعندك الفيتاس غادي ديري التروا. هو قال لي ديري التروا لانك انت عندك لافيتاس خصك ضروري ديري التروا. واخا لاله فوزي شفنا واش النور الفرقه ديالكم كانت فرقه اخرى ولا صافي؟ لا ما كانش فرقه، كانت من بعد يعني حتى لهاد الأواخر هادي السنة الأخرى. لاله فوزي شفنا واش النور الفرقة ديالكم كانت فرقة أخرى ولا صافي؟ لا ما كانش فرقة، كانت من بعد يعني حتى لهاد الأواخر هادي السنة الأخرى. يمكن كانت هنا الوفاق، الوفاق كانت فيها الخلعة فاطمة الزهراء، الخلعة الغازي فاطمة الزهراء، الغازي حنان، كانت فاطمة الزهراء الطوسي، كانوا بنات الوفاق. ماشي واحد كان فيه كنشوفو الوفاق يعني الفرقة مقدرتش أنها القدماء من الحارس علال، الحارس الهزاز الله يرحمه، راه كانوا حارس حسن رفاهيه، راه كانوا نبذه ديال. اما الوفاق يعني ما كانش عندهم واحد المذاقير، واحد الدعم اللي غادي تيخدموا شويه يحبسوا شويه، ولكن مزيان حبسوا في التالي ما يمكن واش كملوا ولا ما كملوش. فنانة كوميدية معروفة يعني ما كاينش شي واحد ما يعرفش لاله فوزي، كيفاش التحول من الرياضة للفن؟ واش غنقول لك؟ الرياضة ما كنستغناش عليها، ومن بعد المسرح كهواية دخل زرعت الشوكة ديال المسرح. أنا بديت مسرح نطيب العلج كطفلة، يعني كانت عندي 14 عام راني عند الحاج طيب العلج لاخو،
وكنت غير كنسمع، ما كنقلش غير كنسمع وكنقلب. ومن بعد جات الممثله ما حضراش اللي غتلعبوا بها البطوله ديال المسرحيه، انا كنت حافظه ولعبت اول مسرحيه ديالي هي السرسريات، التكليف ديالها ديال عبد السلام مصير الله يرحمه، والاخراج ديال الحاج خشني. من بعد لعبت اسمع يا عبد السامع، لعبت الحراز، لعبت سميتو البصاب، لعبت هادو مسرحيات اللي قويه ديال شهرايا، البطوله ديال المسرحيه. انا كنت حافظه ولعبت اول مسرحيه ديالي هي السرسريات، التكليف ديالها ديال عبد السلام مصير الله يرحمه، والاخراج ديال الحاج خشني. من بعد لعبت اسمع يا عبد السامع، لعبت الحراز، لعبت سميتو البصاب، لعبت هادو مسرحيات اللي قويه ديال شهرايا. يعني المسرح شاف الشوق، شاف العرض، شاف. ودرتي شي حاجه ديال الدراما؟ انا كل مسرح كندير الدراما، فين ما حطيتيني يا الدراما يا الكوميديا، ولكن كنلقى راسي في الكوميديا اكثر. انا فوزيه ذكرتي واحد الاسم اللي هضرت هناك على الفرح ديالي هو الفرح الفاسي، ذكرتي واحد الاسم ديال فاطمه الزهراء الغازي اللي معروفه بحدها. سمعنا باللي المصادر ديالنا انت، يعني الفضل ديال التجاوب الكبير انك يعني لعبتي هذيك الموهبه اللي كانت تلعب يعني الكره من 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 الميدان لاعب كره القدم للفرقه عندي. جات لعندي الفرقه، جبتهم انا كانوا كيعجبوني كيلعبوا الكره، ولكن جاوا استضافوني قالوا لي بغينا نديروا مسرح. جابتهم يعني كانت هي في الاول كانت تلعب الكره في الوفاق، هي واختها حنان والتوصيفه تنفع. باش نعرفوا الوفاق الزهراء غازي هي الممثله اللي بدات في التراب، اييه اللي دارت الدور ديال الخلعه، راه كانت جوره ديال الوفاق هي واختها حنان الغازي وفاطمه الزهراء التوصيف، كانوا وجاو ثلاثة بيهم داروا معايا المسرح في الفرقة ديالنا ديال المسرح الشعبي. مزيان، وسمعنا يعني دعيني بمجموعة من المواهب اللي دعمتهم تدعميهم يعني. وحنا حنا حنا تندعموا باش يزيدوا القدام. والله ما ندعموهم شي حاجة اللي هي صحيحة، اللي هي السبور، هي الثقافة، ماشي كان ما خصناش ندعموهم شي حاجة اللي ماشي هي صالحة. سمعنا أن ذاك الدور ديال وجه التراب ديال الخلعه كنت غنديريها انا الفيزيه. انا اللي كنت غنلعب الدور ديال الخلعه، ولكن انايا كنت كنصور في ورزازات. ومن بعد انايا السي السحيمي والحاج خشله قلت له الحاج خصنا ندخلوا هاد البنات اللي عندنا فرقه يخدموا، دونك خصهم يصوروا معاهم وجه التراب، خصنا عندي في الفرقه خصهم ضروري يدخلوا يديروا شي حاجه يبقى.